تحية لك سيد الكريم ولمشاهديك الكرام. حقيقة كما تعرف ويعلم الجميع بأن هذه الزيارة يعني كانت موجهة إلى رئيس الوزراء العراقي في وقت سابق، لكن أجلت بسبب الظرف الصحي للملك سلمان، لكن اليوم لبى الكاظمي هذه الدعوة. وأهمية هذه الزيارة تأتي في ظل المتغيرات المتسارعة على منطقة الشرق الأوسط، وأيضا على الصراع القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في عدة ملفات، وأبرزها الملف النووي. وأيضا هناك مبادرة سعودية هي لا تخلو من طابع سياسي وأيضا يعني طابع اقتصادي، وهي مبادرة التشجير في أو الشرق الأوسط الأخضر. كلها هذه ملفات يعني خاضعة للمباحثات. النقطة الأهم من ذلك أنه هذه الزيارة هي تصب في مصلحة السعودية قبل أن تصب في مصلحة العراق، باعتبار أن السعودية تريد أن يكون العراق منفذاً على أوروبا من خلال المنافذ التي الحدودية التي تريد أن تفتتح بين البلدين، وأن تزيد من أعدادها تحت يعني العنوان الاقتصادي والتبادل التجاري. أنا أفهم من حديثك أستاذ هاشم أنه من الممكن أن ينتج عن هذا الاجتماع وهذه الزيارة فتح معابر جديدة على غرار فتح معبر عرعر أواخر العام الماضي. نعم، هذه إحدى أهداف الزيارة، بزيادة عدد المنافذ العراقية، وهو سحب تدريجي للعراق يعني وتقليص تجارته مع إيران في وجهة النظر السعودية. ولكن يبقى العراق هو صاحب القرار والرؤية في تحديد وجهة تجارته وتعاملاته الاقتصادية مع دول الجوار، لا سيما وأنه العراق اليوم هو يسلك الاتجاه توازن في العلاقات مع جميع دول منطقة الشرق الأوسط. نعم على أي حال يعني نعم أستاذ هاشم، يعني دائما عندما نتحدث عن العراق يكون هناك أيضا حديث عن إيران، لما لها إيران أهم هيمنة على العراق. الآن يعني توجه السيد الكاظمي للسعودية وقبل ذلك إلى الأردن ومصر وإنشاء المشروع الشام الجديد، هل استطاع الكاظمي باعتقادك من خلال هذه التحركات الخروج من الهيمنة الإيرانية والأمريكية أيضا في العراق؟ هي سيد الكريم يعني لا نستطيع أن نقول هيمنة، يعني الواقع الجيوسياسي للعراق يعني التجاور الإيراني العراقي بحدود تقريبا 1600 كيلومتر يحتم على كلا البلدين أن يكون هناك تداخل في المصالح وتداخل في الصعيد الاجتماعي وغيرها. هذه واقع حال يعني المنطقة الرابطة بين العراق وإيران، وبالتالي تكون العلاقات تارة في وتيرة تصاعد وتارة في وتيرة الانخفاض. هو ليست هيمنة بقدر ما يكون هناك انفتاح إيراني على العراق أكثر من ما يعني انفتح العرب على العراق في بدايات 2003 وما تلاها من السنوات. لكن سيد الكريم أنه تبقى هذه جولات سيد الكاظمي وأيضا يعني عقد اتفاقيات الثلاثية على من المؤمل أن تعقد في العراق بين مصر والعراق والأردن، وهذه المبادرة الجديدة الشرق الأوسط الأخضر، هي كلها ملفات إلى هذه اللحظة هي في طور الإطار الإعلامي. إذا لم تكن هناك بوادر حقيقية لتنفيذها على أرض الواقع تبقى في خانة التنظير وليس الواقعية. عندما تشكل غرفة متابعة وتتابع حقيقة كل هذه الملفات والاتفاقيات، عند ذلك ممكن نقول بأنه العلاقات العراقية السعودية العربية اتجهت يعني أو طيب أستاذ هاشم بعجالة لو سمحت، انتهى الوقت المخصص، لكن بعجالة الشارع العراقي والمواطن العراقي أيضا كيف ينظر الآن إلى التحركات السيد الكاظمي من خلال انفتاحه على الدول العربية بعجالة لو سمحت؟
يعني حقيقة الشارع العراقي ينظر إلى هذه التحركات، هي تحركات إعلامية إذا لم تتحقق على أرض الواقع. الآن الشارع العراقي منشغل في الجانب الاقتصادي وكيفية توفير فرص العمل والخروج من هذه الأزمات، لا سيما التي أثرت عليها جائحة كورونا. أشكرك جزيل الشكر هاشم الشماع، عضو مركز العراق للتنمية القانونية، كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا لك.